كان فيها حد بدون؟ لا الحمد لله. كان فيها حد؟ الحمد لله لا. صبر المحافظ احنا نتواجد في اي حته تبع المنطقه الشرقيه تبع المحافظ. الله ينور عليك يا باشا. الله يخليك يا باشا. مفيش حاجه القاهره كلها حاج عبد الله، مفيش حاجه عن شمس، مفيش حاجه اسمها المطريه. انا القاهره كلها ونواب مصر كلها هي نائب واحد. احنا في البرلمان المصري وليس بقى يعني ان انا بمثل الشمس فقط، لا انا بمثل القاهره كلها وبمثل مصر كلها. المفتاح ده شده، المفتاح اقول يا ابني في دي في يا اسطى جاي معاك ولا مش جاي؟ سلكته كده بس مش هيجي صح؟ ده آثار الحريق. خلاص اوعى تموت بس. العربيه دي العربيه دي وقعت في الحمار برضه ولا ايه؟ في حد هيطلع حاجه هنا؟ لا ناخد منك كلمه بس. تبع ايه يا حبيبي؟ ايه؟ تبع ايه؟ يوم السابع. ايه اللي حصل بالظبط ممكن تقول؟ هو في انفجار ماسوره والحمد لله ربنا ستر وكان فعلا متواجد معالي المحافظ ومتواجد مدير الامن والحكم دار ورئيس حي عين شمس لواء البير والحمد لله يعني تم السيطره والاوضه شغاله اهوت ونشكر ربنا على اللي جديد. وده كان نواب هنا. حصل اي اصابات ولا اي حاجه؟ لا لا الحمد لله مفيش حاجه والناس بتاعت شركه الغاز هي شغاله والحمد لله يعني تم السيطره عليها. هو المكان في حي المطريه وهنا كنائب لعين شمس، بس انا في الاول والاخر احنا نواب البرلمان المصري متواجدين في اي مكان تاخد مريض مصر العربية. نائب المطرية هو نائب عين شمس ونائب عين شمس ونائب المطرية ان دايرة واحدة. والحمد لله نشكر ربنا وبنشكركم يعني على تغطية هذا الحدث. شكرا جزيلا. تحت امركم. طب العربية دي في اي اصابات فيها؟ لا لا مش اي حاجة. دي تبع
تبع سيف العربيه دي العربيه تبع ايه؟ عربيه الغاز. عربيه الغاز محامي طبعا حسب الاصاله يحرروا محضر بالحادثه وبعدين يبقوا اثناء هم بيطفوا اثناء التعامل اثناء التعامل مع الحادث حصل ان العربيه اتفحمت زي ما حضرتك شايف كده و والمكان اللي فيه الماسوره فيه ما فيش اي اصابات. المكان اللي فيه الفجار فيه فين؟ عند الرودر ده. عايز حد يشوف الغاز؟ يتكلم تعالى اتفضل. تعالى يا استاذ ممكن اخد منك كلمتين في اليوم السابع. اليوم السابع انتوا سيطرتوا ازاي وايه اللي حصل؟ العربيه دي تبعك ولا تبع ايه؟ هو تبعنا تبع الغاز. ايه اللي حصل بالظبط؟ مفيش انفجار. حفر بس ما كنتش موجود يعني. هنور عليك. هاتوا ما كنتش موجود لما هو بيتكلم. بس الحفار كان بيحفرنا سعادتك. ما كنتش موجود يعني. والله العظيم كنت موجود. احكي لك حاجه انا ما اعرفهاش. انا قصيت الغاز راح الحفار خد بعديه وراح تلاقيه جري. وساب الماسوره ضربه. الماسوره ضربه قعدت بتاع نص ساعه ولا ساعه ولا ضربه. كانت بتطلع الغاز. كانت لما تطلع الغاز ما كانش لسه في نار ولا جت العربيه بتاع الغاز راح توقفت مكانها. نزلوا عشان يدوروا على ايه؟ على المحبس. ما لقوش المحبس بتاعه. بعدها بربع ساعه راح ضربه عربيه. منور لي العربيه دي بتاع تبع الغاز. بتاع الغاز. العربيه دي تبع ايه؟ العربيه بتاع الغاز. يوم عشان يقفلوا المحبس بتاع الغاز ما مش عارفين طريق المحبس فين. سابوها ولفوا من الجنب التاني راحت العربيه راحت ضرب على طول. ده اثار الغاز. راحت ماسوره الغاز راحت ضرب. الحمد لله. والحمد لله ربنا ستر على الغاز ولا من الغاز. لا ما فيش اصابات الحمد لله. طب اصور العربيه بعد اذنك. ريت حياه انشم. ريس الحي؟ ريس حياه انشم. هاخد منك الميتين حمد. ابو حفيصه. دي عربية الغاز زي ما انتوا شايفين كانت بتسيطر الحريق فاتفحمت خالص. مواسير العين حاجات الغاز. اولا بنشكر طبعا اليوم السابع على تغطيته للحدث وبنشكر سيد المحافظ وسيد مدير الامن وبنشكر رئيس حي المطريه ورئيس حي عين شمس لتواجده رغم عدم نشكر انها بيصل الصوت على حضوره ونشكر جميع القيادات اللي حضرت وسيطروا على الموقف. بنطمن اهالينا وفي شارع القاهره الحمد لله تم السيطره على الموقف والحمد لله الان جميع القيادات والطرق تعمل بكامل قوتها وخلال وقت بسيط هيتم الشغل من جديد وما فيش اي مشكله. شكرا. حضرتك عرفنا بنفسك حضرتك. انا حضرتك المهندس ادبير رئيس حي عين شمس. الحمد لله نتيجه الاعمال اللي هي موجوده في الكوبري بتاع المطريه دوت حدث برضو ايه اللي هو عاطف في منفذ الغاز الموجود هنا في الجزء دوت فانفجرنا اتصلنا وكان سياده الوزير المحافظ موجود ومدير الامن موجود وكلنا موجودين وسياده نائب المنطقه الشرقيه وتواجدنا والحمد لله طفينا النار الكهربائيه بتاعت الغاز واحنا دلوقتي في عمليه اللي هو اصلاح نفس العطل بتاع الغاز. شكرا. معاكم طبعا اللواء البير رئيس حي عين شمس. معاكم عبد الله المتولي ونائب يوسف الاسود. يوسف الاسود. سيد المحافظ مش ولا لسه موجود؟ لا سيد المحافظ بعد ما انتهى العمليه دي بعد ما اطمن على انتهاء الاعمال واطمن ان الحمد لله ما فيش اي مشاكل او ما فيش اي خطوره فالراجل اتفضل ومشي يعني لان مهامه كتيره يعني. اهم حاجه سعادتك احنا بنطمن الاهالي لان انا شايف على الفيس فزعه شديد جدا ما كانش فيها اي اصابات في الارواح. الموضوع كله سياره خاصه بشركه الغاز تاون جاز هي اللي تم تفحمها بالكامل.
الاحتكاك الغاز اشتغل واتفقوا في ساعتها والموضوع الحمد لله خلص ومفيش اي اصابات من طبعا من اهالينا ومفيش اي مشكله. شكرا جزيلا لليوم السابع. احنا اول ما حصل العطل بتاع الغاز ده احنا طفينا الاماره كلها فصلناها عن الجزء بتاع الزيتون والجزء بتاع المطريه. النهارده الحمد لله ونورنا يعني ما كل حاجه خلصت خلاص. احنا دلوقتي بنصحى الجزء بتاع الغاز اللي هو ايه ده ماس كهرباء ده عشان بيقفلوا بيفصلوا الكهرباء عشان يفصلوا الكهرباء. شكرا شكرا. هذه العربيه الوحيده اللي الوحيده العربيه دي بس القصيره هي عايزين نقول حته دي العربيه هي دي السياره الوحيده المنفذ. اه يلا يلا هو اللودر ده هشتغل تليفونك يا ريس معايا ثانية واحدة في العربية بس كانت هي مبنى كان صعب قوي شويه بس الحمد لله لان المنطقه طبعا زي ما انت شايف البنيه التحتيه في الفحم مليانه يعني كهرباء موجوده وغاز موجود وطب بتاعها موجود وميه موجود وهم طبعا عندهم الخرايط لكل دوت بس هتلاقي فيه ممكن خطا فني او حاجه من اللودر لما خبط ماتوره الغاز بس والحمد لله يعني الامور مستقره يعني الحمد لله. شكرا. ان البال لودر هو شغال بيوصل بقى علشان يرجع الحاجه مكانها لصالح الامر. انا يوم السبع الوقت احنا هوا لايف يوم السبع تعالوا ما توقفوش لان هنا في ميه يا جماعه تحت رجلك مولع. تعالوا يا جماعه الكابلات دي يا جماعه بعدوا عنها عشان فيها كهرباء اكيد في حاجه ملمسه ميه. لا عشان الميه وصلنا يا ريت يا ريت الكهرباء برضه بس كهرباء جامده. احمد ارجع ورا عشان كهرباء عربية الغاز اللي كانت بتطفي فتفحمت زي ما انتوا شايفين.
النور جاي على المفتاح بتاع انا اللي بيطلع ده الحفار ده صاحبي طالع. حاضر يا ربي. حاضر لا ثواني خليك معايا ثواني شريف هو مين دلوقتي انا محمد ماشي يا راجل. يا حبيبي. تكلم الاثنين خلاص يبقى انت منك ليه انا هبعتلك الاول الفرع حضرتك بس دي مصر هم انا اللي عملتها انا بتفرج في ولع جوه لسه في فين في العربيه نفسها فين ورا ولا فرق نور معايا بس صورت الشمس هي الولع اما ده حديد حديد سخن ماشي ولا بس ولا عملت الهواء بيزغلنا هو موتور ضرب كده انت بص صور نفسك هو قال لي ما بصش ممكن دي بقى دي ممكن على قدراتك بقول لك 200 واحده هنا خلاص حضرتك كويس اهو راح دي محمد بس Thank you.
كنت هنا ساعة الانفجار الحين الكراك شغال من فوق من الشقة هنا. انت شغال هنا ولا يعني بقى جراج؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان قاعدين اللودر شغال راح دس على ماسوره الغاز راح ماسوره الغاز اتفجرت. طبعا بعد ما اتفجرت راح اللودر ابتدى يجري لورا جت العربيه بتاعت الغاز دي عشان تسلع الغاز بيدور على المحبس مش عارفين المحبس فين. السنة براي الأرض مولعة أصلا. أنا معي فيديوهات الحريقة أنا عايز أول ابعتها لي بس احنا قاعدين هنا ابعتها لي ابعتها لي لسه ولا ايه؟ هو بيبعت لي ابعت لي الفيديوهات طيب ماشي صورة حلوة؟ اه وريك كده افتحها وريني هوريك الجودة الفيديو ايه حالا كده عشان الموبايل طلع في ايدي وريها لي كمان عشان بقى اطلع على الواتس بس ابعت لك استنى اجيب لك انا يا ابني مصور كتير عندنا اهو مفيش يا كده بس حضرتك انت بتعمل ايه في العربيه دي؟ طب على اذنك هندسه على اذنك من الرجاله على اذنك هندسه على اذنك يا باشا اتفضل حضرتك طب على اذنك على اذنك بعد احترامي حضرتك طريق يا عم الكارثه خلاص انا هدي رجلي كده اتفضل يا كابتن بس يا باشا راجل معايا طب حضرتك ايه يا باشا انت بقى ماشي على اذنك يا باشا انا بعت شويه صور